أننا أمام استحقاق تاريخي في يوم 10/10 للانتخابات، ولقد قدمت عزم خيرة ما عندها من مرشحين، وجاء دوركم في دعمهم وتمثيلكم. إن اختلال التمثيل في بغداد ينعكس أول ما ينعكس على المحافظات، وهذا يومكم في دعم أبنائكم ليمثلوكم على أحسن حال في السلطتين التشريعية والتنفيذية. نحن لسنا مشروعا سياسيا يبحث عن المؤيدين وقت الاستحقاق الانتخابي فقط، نحن مشروع اجتماعي يدافع عن أهله وناسه ويقدم الخدمات. لدينا رؤية اقتصادية تنهض في القطاع الخاص وتستوعب مئات الآلاف إن لم نقل الملايين من العاطلين عن العمل. البلد فيه خيرات وفيه ثروات، الخلل في إدارة هذه الثروات وهذه الخيرات، ولذلك يحتاج منا ومنكم أن يكون الممثلين في بغداد أخيار جربوا في العمل التنفيذي ومعروفين بالنزاهة والأصالة. وأعدكم بالمطالبة به بأن يعاد المحاكمات لكل رجالنا المظلومين في السجون.